عايز اتكلم مع احمد على لو انت المدير الفني للنادي الاهلي تشكيله بقى يوم السبت تبقى ايه؟ انا عايز اتكلم بس في حاجه تانية. بقى يعني موضوع صالح بس يعني صالح جمعه. انا ما اعرفش فعلا هل هو صالح مش جاهز ولا الموضوع دخل في اوحش من كده. يعني لو اوحش من كده انا اعتقد الموضوع مش مستاهل. صلاح لعيب كبير بجد والنادي محتاجه وهو على قوه النادي الاهلي. لازم يبقى في زقه في موضوع صلاح ده شويه. نقرص عليه وكل حاجه في الدنيا. انا مش بقارن بس انا بتكلم كلام والله. انا صلاح معيش رقم تليفونه مش صاحبي حتى. صلاح جمعه احسن لعيب في مصر. اي حد مشي انتوا زعلتوا عليه رمضان او غير رمضان صلاح قده 10 20 مره عشان نتكلم وحضرتك. انا هسيبك تتكلم وارد. انا عايز بس اسمع رايك كله للاخر. الفرقه محتاجه صلاح ده 100%. تشكيل اقول لك تشكيل بس يعني انا لو هتقول لي ابتدي بمين. لا الاول كابتن هاني رد عليك على الجزئيه دي عشان في جزء جزئيتين. الجزء الاولاني نتكلم على صالح جمعه. فنيا صالح جمعه من افضل اللعيبه اللي انا شفتها في مصر. ليه؟ لان شفت على صالح على مر على مر على مر لان صالح يعني لا 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 صالح انا شفته هو كان لسه عمره 17 18 سنه فعمل معايا شغل في الاولمبياد. كان الناس بتتفرج والناس المدربين بييجوا يقولوا لي اللعيب دوت مختلف يعني عنده رؤيه مختلفه. طبعا احنا ساعات واحنا كمان مدربين واحنا قاعدين هو مثلا بنتفرج يعني عاملين تقسيمه فصالح يعمل حاجه مش متوقع. عارف الحاجات اللي انت مش متوقع. فخلينا نتكلم الجزء دوت. صالح لعيب كبير وبشهاده كل المدربين حتى بايلر بشهاده انه لعيب كويس قوي. الجزء الثاني سيبك بقى من عن موضوع الالتزام مش الالتزام. انا صالح ملتزم بشكل كويس لكن في حاجات لازم المدير الفني هو ليه القرار الاول والاخير يحسمها بدنيا. كنا بنتكلم مع بايلر قال بدنيا لسه ما وصلش للمعدل اللي هو عايزه. دي واحده. نمره اتنين انت عارف برضو يا احمد المدربين الاجانب ليهم نظره مختلفه شويه. انا عشت في المانيا فالمدرب بيشوف تقييمك كمان من خلال التدريب كل يوم. في مصر الثقافه دي مختفيه شويه يعني يقول لك ده لعيب كويس يا عم حتى لو ما اتمرنش بينزل يعمل حاجه. ده تفكير مختلف شويه عن اوروبا. فهو كمان المدرب محتاج منه ان هو وزنه ينزل ان تحركاته في الملعب تكون افضل شويه من غير كوره. قال لي هو معاك كوره ما فيش زيه. فالجزئيه ديت انا في رايي دي جزئيه فنيه. الجزء الاخير والحته ان صالح يشترك ولا يشترك دي اكيد رؤيه يعني هو النادي الاهلي كمان. اصل انت بتقول عايز زقه يعني انت عايز زقه حد يكلم المدير الفني مش يكلمه انه يلعب بس الدنيا تبقى يعني يديله فرصه يعني يخش بس يبتدي يخش يعني. انا نفسي يعني انا نفسي كلنا نفسنا وجماهير النادي كلها نفسها ان صالح يخش لان صالح لما يخش هيعمل فارق ولما بياخد بياخد فارق. وده قرار فايلر فقط يعني هو عشان بس قرار اداره فنيه والنادي الاهلي متعود ان الاداره الفنيه ليها الحق الاصيل في اختيار اللاعبين. انت برضه دي من ما انت عارف يا احمد. انا فاهم والله انا فاهم يا كابتن بس انا اقصد ان اللعيب ده لا لعيب طبعا يعني طبعا لو في فورمه عاليه طبعا مهم قوي مهم قوي قوي يعني.